اولا هذا السائل جزاه الله خير. نعم. بدون نبالنا يقول زي ما تعنيوا وهم دم فاسوا بناس. لابد من ادب في السؤال، قبل السؤال لابد تتادب. زين ميسيا فبينا تصرفات زانيا ادو هندي ما بيتك فانتدي زان زي تارو بيتش بيان. قبل ان يبدا بالسؤال يقول جزاكم الله خيرا. زانيا ادو هندانيا buhan pandanina dia mamete kaluwe manotuanza we Allah subhanahu wa ta'ala ni ambe paswaba lana ba'd an-nas ya'ti yas'al al-ustad yaqul la 'indi su'al khata hada sajin baram bismul zan abi we misi ustaz ne wana na pyana tunazani de to ta bagan zani to de misi question za tani tsara zani ni sa pende na zani we Allah subhanahu wa ta'ala ni paswaba na ustaz زامي سبانتانينو لابد نتأدب بآداب الإسلام زامي زيد يعني سمي فإن لينا زان زي ميسانا تفهم الإسلام رجل لا يعرف يصلي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لله نخرى إذا اسمحي من الصلاة تمنان بمنان محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعد الصلاة أعد الصلاة أعد الصلاة يعني ارجع فصلي فإنك لم تصلي زاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجد أن أزمن الصلاة تنين رسول فني جاء أمكن لك صلاة وأمكن لك صلاة وكمبسي أمكن لك صلاة وكمبسي فقال فرم تين زيد الله يعرف كيف يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم زاني إنسان ما هي من أقوف باي رسالة من محمد صلى الله عليه وسلم أدب زاني عم باي تين قال يا رسول الله تين زيد وري لمن تبقى الله والذي بعثك بالحق يقول أنا موقن مصدق أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعثك وكل ما تأتي به فهو حق لأنه من الله Allah subhanahu wa ta'ala menanggira kanu arsila ayah dan desnu dia inuk tadira kebakan kutu Allah subhanahu wa ta'ala an la uhsin ghaira hala أنا لا أعرف أصلي إلا هذه الصلاة. أتينا مرنا مرة خلاص مسرا حي بفسير هذه تنوت وهري إلى من تطول. فعلمني. قام بابنا وهري أمنا محمد صلى الله عليه وسلم. أدب. زين مريس قابين فينا زين أمنا محمد صلى الله عليه وسلم. رجل تكلم في الصلاة يرحمك الله. بالله نكرم. ما لكم تنظرون إلي. بالله نكرم زين من الصلاة. دي نتين مزيدة يرحمك الله زاني مسود متفيدة دي ننكو دي ينات صلاة ونقول يرحمك الله ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم نعم بعد الصلاة ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبريني صلاة مزيدة دي نسرحن تنين دمقنا محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن كنا في جاهلية زاني وري إلى كن تقول الله زهايني نبارني تلوان تفهم الإسلام تني أنا تنات محبتي وأتانا الله بهذا الإسلام بهذا النور بهذا العلم بهذا الخير يعني معنى الكلام كان من الله سبحانه وتعالى زاي فاصفا نمزوف من الإسلام فعل لنا ياب جنات تفهم الإسلام مزوم إذا لابد من أدب في الكلام زاني ميلا زانيا تيجا ميانا زاوي ميلا فهيدنا أمري سكاب في الإسلام أدب في الجلوس في الدرس تاكي زاندو نمبارنا امري سوفي بيسارا نالي فاينو ميس زاني فابيانار زاني ادب في الانصات تاكي زاندو امني فوبا في انو نزاني اكيا ميس فاين دينا جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة المتعلم المتأدب زاني جبريل عليه السلام عجل جبريل افتونا نزام ميتعاد فابيانار فامنان محمد صلى الله عليه وسلم تنا تيتا كايزا قول سويت انه من لم يعنى جزان دينا ما هم بيتك سوى زاني اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتعد قلوا ان زاني ازدي ما نكايك ان فامنان محمد صلى الله عليه وسلم بسمان الله ظهر على جبريل اثر طلب العلم في لباسه نعم زاني ميثم بفتاح جبريل ديا نسيه زانوي ديا متدفع على لعنة تكون نعم